السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمد إبراهيم السمان، طبيب أمراض معدية وطبيب باطنة. النهاردة هعرض ورقة كده بسيطة بتتكلم عن اليوتيليتي اوف ريسك فاكتورز، ونستخدمها في الديفينيشن للكومبليكيتد ستاف اوريس باكتريميا. الستاف اوريس باكتريميا من الحاجات اللي لما نبص على التريتمنت بتاعها دايما الجايد لاينز او الويب سايت او الارتكل او الكتاب اللي بنقرا منه هتلاقيه بيعرفها لقسمين كبار، قسم كومبليكيتد ستاف اوريس باكتريميا وقسم ان كومبليكيتد ستاف اوريس باكتريميا. الان كومبليكيتد بيقول لك عالجه لمده لا تقل عن اسبوعين، والكومبليكيتد بيقول لك عالجه من 4 ل 6 اسابيع او اكتر بناء على نوع الكومبليكيشن اللي بتحصل. لو فتحنا كتاب زي سانفورد جايد مثلا هتلاقيه بيقول لك انه duration of therapy typically 2 weeks for uncomplicated bacteremia or 4 to 6 weeks for complicated bacteremia. ولما جه عرف ال uncomplicated bacteremia قال لك البكتيريميا اللي بينطبق عليها الكرايتيريا الآتية. ومن ضمن الكرايتيريا دي كان في سيمتومز وساينز وكان في ريسك فاكتورز. من السيمتومز والساينز مثلا انه يكون حصل ريزوليوشن للفيفر في خلال 3 ايام، ان يكون حصل استيرالايزيشن للبلاد كلتشر في خلال 2 لـ 3 من التريتمنت. ومن ضمن الريسك فاكتورز انه ما يكونش في مثلا بروستاتيك ديفايس او بروستاتيك هيب. وبعدين لما جه عرف الكومبليكيتد بكتيريميا قال لك ان البكتيريميا اللي بيحصل فيها فيلير ان هي تميت اول الكرايتيريا دي، وكانه عايز يقول لك انه لو في ساينز او سيمتومز او فيفر عالجها على انها كومبليكيتد بكتيريميا، او لو في ريسك فاكتور زي ان يكون عندنا امبلانتد ديفايس هتعالجها على انها كومبليكيتد بكتيريميا، او انه حتى يكون عندك بايكاسبيد اورتيك فالف حتى لو ما لقيتش ايفيدنس على انفكتيف اندوكارديتس برضو عالجها على انها كومبليكيتد بكتيريميا. ودي الفكره بتاعت البحث، ان احنا هل ينفع نستخدم الريسك فاكتورز او ساين وسيمتومز على انهم دليل على انه الستاف اوريس بكتيريميا دي كومبليكيتد ولا لا؟ والحاجه الثانيه، هل لو الريسك فاكتورز دي مش موجوده او الساينز والسيمتومز دي مش موجوده هل نطمئن نعتبرها ان كومبليكيتد بكتيريميا ونعالجها فتره قصيره ولا لا؟ لو بصينا مثلا في الانفكشوس ديزيز سوسايتي اوف امريكا جايد لاينز كانوا حطوا تعريف للكومبليكيتد ستاف اوريس بكتيريميا اللي هي منها سواء في لوكالي كومبليكيتد اور ميتاستاتيك انفكشن، او ان يكون في بريزنس اوف وان اوف ذا ريسك فاكتورز زي يكون في بروستاتيك ماتيريال، بريزيستنت فيفر، او بريزيستنتلي بوزيتيف بلاد كلتشر، او سكين فايندينج سجستنج اوف سيستميك انفكشن. طيب الكلام بتاع البحث او النظريه اللي هم كانوا عايزين يثبتوها بيقولوا انه احنا لو استخدمنا الريسك فاكتورز as a part of the definition ده هيؤدي الى mis classification، سواء ان احنا هن over diagnose او ان احنا هن under diagnose، وده بالتبعيه هيؤدي ان احنا ممكن ن under treat some patients او ان احنا ن over treat some patients. ودي كانت الفكره الاساسيه للورقه دي. طيب فهم كانوا عايزين يشوفوا بقى الاكيوريسي بتاع ان احنا نكاتيجورايز البيشنتس لكومبليكيتد وان كومبليكيتد بناء على الاي دي اس اي جايد لاينز، وحطوا هم ديفينيشن من عندهم. الديفينيشن بتاعهم اللي استخدموه في الاستادي ببساطه كومبليكيتد انفكشن معناها في سكندري بكتيريال سيدنج، في انفكتيف اندوكارديتس، في سيبتيك ارثرايتس، في ديب تيشو ابسس او امبوليك ستروك، وضافوا ليها الريلابس اوف انفكشن within 90 دايز، وبرضه ضافوا ليها ان لو حصل مورتاليتي نتيجه الانفكشن دي. فهم كانوا مور اجريسيف في الانفستيجيشنز اللي عملوها علشان يحاولوا يثبتوا السكندري بكتيريال سيدنج، وقارنوا ده بان احنا لو كلاسيفاي البيشنز دول بناء على الاي دي اس اي كلاسيفيكيشن للكومبليكيتد ستاف اوريس بكتيريميا. الاستادي كانت مالتي سنتر بروسبكتيف كوهورت ستادي، اتعملت في سيفن لارج هوسبيتالز في هولندا في الفتره ما بين جولاي 2017 لسبتمبر 2019، وبصوا على كل الادل بيشنتس اللي عندهم ستاف اوريس باكتريميا كونفيرمد ستاف اوريس باكتريميا.
بصوا عليه، شافوا الديموغرافيكس والبريفالنس اوف ريسك فاكتورز، شافوا البريفالنس اوف كومبليكيتد ستاف اوريس بكتيريميا، وشافوا لو في اسوشيشن بين الريسك فاكتورز والكومبليكيتد ستاف اوريس بكتيريميا، وبعدين عملوا كومبير ما بين الاي دي اس اي ديفينيشن اللي احنا طبقناه والريفرنس ديفينيشن اللي هم حطوه، وبصوا على التريتمنت ديوريشن في النوعين. دي كانت اهم النتائج بتاعتهم في البحث، انه الريسك فاكتورز للكومبليكيتد ستاف اوريس بكتيريميا كانت كومن جدا وموجوده في حوالي 83% من كل البيشنس اللي انكلودد في البحث. كان يعني 83% على الاقل عنده 1 ريسك فاكتور لكومبليكيتد ستاف اوريس بكتيريميا، وانه الموست كومن فاكتورز فور كومبليكيتد ستاف اوريس بكتيريميا كان البريزنس اوف بيرمننتلي امبلانتد بروستيتيك ماتيريال، وتاني حاجه كانت انها انه الانفكشن تكون كوميونيتي اكوايرد. دي باقي النتائج بتاعتهم. طبعا عدد البيشنس اللي كان عندهم دي في الممكن قليل جدا، 10 بيشنس قليل. لا 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 ماشي يا عم. وهنا هم بصوا على الكلينيكال شوف كاركترستكس بيشنتس، زي ان يكون في فيفر او بيرزيستنت فيفر موجوده، او في بيرزيستنت بكتيريا. هنا بقى بصوا على البروبوشنز اوف كومبليكيتد ستاف اوريس بكتيريميا بناء على الانفكشن فوكس، والنتيجه الاهم ان هم يعني according to the reference definition اللي هم حطوه، كان في 296 بيشن، دول حوالي 60% عندهم complicated staph aureus bacteremia. وطبعا الجزء الاكبر من الستاف اوريس بكتيريميا زي ما احنا عارفين غالبا اندوكارديتس، عشان كده بنعرفه على انها complicated. وكان في other metastatic locally or locally complicated infections، وحصل relapse 3 patients، وحصل infection related mortality في 41 عيان. هنا بصوا بقى على الريسك فاكتورز اللي مستخدمه في الجايد لاينز، و نسبتها كبوزيتيف او نيجاتيف بريدكتيف فاليو للكومبليكيتد ستاف اوريس بكتيريميا. ليه؟ انه البرزيستنت بكتيريميا هاد ذا هايست بوزيتيف بريدكتيف فاليو فور كومبليكيتد ستاف اوريس بكتيريميا. 88% من البيشنتس اللي حصل عندهم برزيستنت بكتيريميا، يعني معناها ان احنا لما عملنا ريبيت للبلاد كلتشر بعد 48 ل 72 ساعة من التريتمنت كانت ستيل بوزيتيف، كان ده يعني ليه بوزيتيف بريدكتيف فاليو بنسبة 88% من البيشنتس. واللي بعدها على طول انه الانفكشن تكون كوميونتي اكوايرد، وبعدهم انه يكون في سكين مانيفستيشنز سجستنج اوف سيستميك انفكشن. بس لقيوا برضه انه وجود البروستاتيك ديفايس اتسيلف without clinical suspicion of infection was not predictive for complicated staph aureus bacteremia. فمعناها انه لو احنا عندنا ديفايس موجود بس ما كانش فيه كلينيكال سسبشن اوف انفكشن في الديفايس ده لا يعني اي شيء وملوش اي predictive value للcomplicated staph aureus bacteremia. طيب كاوفر اول ريزلت بتاعت البحث، انه كان في 360 بيشنتس، لما 74% من البيشنتس كان fulfilled الكرايتيريا بتاعت الـ IDSA بناء على الديفينيشن بتاعهم، ان احنا نعتبرهم complicated staph aureus bacteremia ونعالجهم لمده من 4 ل 6 اسابيع. ولكن من الرقم ده كان منهم 272 عيان، اللي يمثل 75% من البيشنس دول classified as a complicated staph aureus bacteremia بناء على الريفرنس ديفينيشن، ودول يعتبروهم true positive. فمعناها ان احنا لو اتبعنا الاي دي اس اي ديفينيشن كان في 25% من البيشنتس دول او 90 عيان كنا هنعالجهم ونديهم انتي بايوتكس من 4 ل 6 اسابيع، but actually they don't have complicated staph aureus bacteremia. وال most common diagnosis in patient with false positive اي دي اس اي classification كان peripheral phlebitis، يعني البيشنت كان عنده persistent fever اكتر من يومين او 3 ايام بعد بدايه الانتي بايوتكس، بس اكشوالي البرزيستنت فيفر دي كان سببها بريفرال فليبايتس، سواء من الانتي بايوتكس نفسه او من بريفيوس كانيولا.
او كان البرزيستنت بكتيريميا دي سببها كلابسي والتيم ما شالش السنترال لاين بسرعه او سابوه، فكان في بايو فيلم سبب انه الكالتشر برضه تطلع مره تانيه بوزيتيف. طيب وفي بقى في ال 90 فولس بوزيتيف بيشنتس دول كان 74% عنده ريسك فاكتور انه يكون كومبليكيتد ستاف اوريس بكتيريميا، وكان في 16 بيشنتس عنده 2 ريسك فاكتورز. منهم من ال 90 بيشنت دول اللي هم فولس بوزيتيف كان عندنا 58 بيشنت عندهم بروستيتيك ماتيريال، عندهم ديفايس بيرمننتلي موجود. 20 منهم كان عنده بيرزيستنت فيفر، و17 كان عنده بيرزيستنت بكتيريميا، وفي 11 بيشنت هاد سكين فايندينج سجستيف اوف سيستميك انفكشن. ودي كلها الكرايتيريا استخدمتها الاي دي سي واستخدمتها كتب كتير، ان وجودها لوحده كافي ان احنا نكلاسيفاي البيشنت ده باعتباره كومبليكيتد ستاف اوريس بكتيريميا ونعالجه لمده لا تقل عن 4 ل 6 اسابيع. ليه برضه في البحث انه في 24 عيان مش بيميت الكرايتيريا بتاعه الاي دي اس اي عشان نعتبره ستاف اوريس بكتيريميا، ولكنه بناء على الديفينيشن اللي هم حطوه كاتيجورايزد ككومبليكيتد ستاف اوريس بكتيريميا، ودول اعتبروهم الفولس نيجاتيفز. وكان منهم الماجوريتي منهم انه حصل انفكشن ريليتد مورتاليتي للبيشنت ده، او انه حصل ريلابس للانفكشن في خلال 90 يوم. ككونكلوجن من الاستادي بيقول انه البريدكتيف فاليو بتاعت الريسك فاكتورز وير تو لو ان انت تعتمد عليها لوحدها ك في الدايجنوزيس او الاكسكلوجن للكومبليكيتد ستاف اوريس بكتيريميا، وانه وجود الريسك فاكتور لوحده، انه الابسنس بتاع الريسك فاكتور لو ما فيش اي ريسك فاكتورز لوحده ما ينفعش يدينا reassurance للكلينيشنز، لانه نسبه كبيره جدا من البيشنس اللي عندهم ستاف اوريس بكتيريميا هيكون عندهم كومبليكيتد بكتيريميا، بس عدم وجود او عدم انطباق الديفينيشن الموجود ده ما ينفعش يديك reassurance انه البيشنت ده uncomplicated وان انا هعالجه بس لمده اسبوعين من غير ما اعمل investigations. فببساطه البيبر بتدافع عن ان احنا نبقى more aggressive في الانفستيجيشنز اللي بنستخدمها في اثبات او الرول اوت بتاع الكومبليكيتد ستاف اوريس بكتيريميا، اكتر من كون ان احنا نستخدم كريتيريا معينه. عشان كده هتلاقيهم في الاستادي مثلا كانوا بيلجأوا على طول للترانس اسوفيجيال ايكو في بعض البيشنتس لو في سسبيشن انه في انفكتيف اندوكاردايتس، كانوا بيعملوا ابدومينال ايميجنج بصوره اوسع عشان يرول اوت الديب سيتد كولكشن، وده كان بيساعدهم ان هم يكلاسيفاي البيشنت اللي كومبليكيتد وان كومبليكيتد. ودي كانت المين بوينت بتاعتهم في البحث، انه الريسك فاكتورز لوحدها ما ينفعش تبقى بريدكتيف فاليو، ما ينفعش نعتمد عليها لوحدها في الكلاسيفيكيشن بتاع البيشنت لكومبليكيتد وان كومبليكيتد. الليميتيشن بتاعت البحث كانت ان هم ما كانش عندهم ام ار اس اي بيشنتس كتير، وزي ما احنا عارفين انه الام ار اس اي مختلفه شويه عن الام اس اس اي، التريتمنت بتاعها يعني سوت تو بي ليس افكتيف، والاوت كوم بتاع الام ار اس اي كان اسوأ من الاوت كوم بتاع الام اس اس اي. ويمكن هنا السؤال اللي اسئلته بقى، هل في الكلينيكال براكتس هل مثلا لازم نطلب ترانس ثوراسيك ايكو لكل البيشنتس اللي عندهم ستاف اوريس بكتيريميا؟ وامتى بنعتمد ان احنا نطلب ترانس اسوفيجيال ايكو للبيشنتس دول؟ يعني كصوره شخصيه انا عندي في البراكتس عندي ان احنا بنطلب ترانس ثوراسيك ايكو لكل البيشنتس اللي عندهم ستاف اوريس بكتيريميا، والترانس اسوفيجيال ايكو عندنا يعني لو ثريشولد ان احنا نطلبه برضه في البيشنتس اللي عندهم ستاف اوريس بكتيريميا، لما بنلاقي مثلا اي حاجه كده بتدل انه ممكن يكون ده فولس نيجاتيف ترانس. كنت انت بس دي نهايه الورقه. شكرا. بس عشان تمشي كده بس. شكرا. طبعا البيبر دي بيبر رائعه، تمام. وفيها حاجه مهمه جدا عايزين نتناقش فيها يا دكتور محمد قبل ما تمشي كده. انا عارف ان الوقت عندك متاخر، الساعه دلوقتي 3 الصبح عندك، بس معلش. المورتاليتي بتاعت الكوهورت كله في الستاف اوريس بكتيريميا كانت كام؟ 10% تقريبا؟
المورتاليتي كانت 10% تقريبا. اه طيب دي حاجه نائيه طبعا مع تقدم الطب، لان احنا عارفين ان المورتاليتي بتاعت الاستاف اوريوس بكتيريميا كانت حوالي 30%، فده معناه ان مع تقدم الطب المورتاليتي كانت اقل. ولا تفسر بكده ان عشان هولندا احتماليه المرسى فيها قليله جدا مقارنه بالام اس اس اي؟ والله هو ممكن يكون الاثنين. هو اللي كان ملاحظ برضو انه هل كل الام اس اس اي في كل الاماكن، يعني لو افترضنا ان هي ام اس اس اي بس مش ام ار اس اي، هل بتبقى بنفس العنف ونفس الـ يعني القدره على احداث مرض؟ لان انا مثلا لما لاحظت، انا في فتره من الفترات كنت شغال في فيجي في منطقه جنب استراليا، فمثلا على مدار سنه كامله كانت كل الحالات اللي عندها ام اس اس اي بكتيريميا كانت نسبه البيشنس اللي بيجوا كومبليكيتد بكتيريميا او انفكتيف اندوكاردايتس كانت قليله جدا، اقل من 5% من البيشنتس. لكن حاليا في المنطقه اللي انا موجود فيها في شرق اسيا، لا، الام اس اي سي عنيفه جدا وكتير جدا، يعني اكتر من 70% من البيشنتس اللي بيبقى عندهم ام اس اي سي بكتيريميا بيحصل برضو بتبقى كومبليكيتد ام اس اي سي بكتيريميا، وده بيؤدي طبعا لزياده المورتاليتي. فهل ده عامل بناء على انه الام ار اس اي قليله؟ طبعا ده اكيد عامل، لان الام ار اس اي بلا شك ان هي اعنف من الام اس اس اي، بس حتى الام اس اس اي لوحدها برضو هل فيها عوامل اخرى بتخلي البكتيريا نفسها اعنف في احداث المرض بناء على الجينو تايب او بناء على حاجه متاحه؟ ده ممكن يكون من ضمن الاسباب يعني. طيب رأيك بقى في حاجة تانية، مشكلة أنا شايفها في الاستادي، القصة بتاعت إن ال 22 عيان اللي هم 5% تقريبا اللي ماتوا وهم ما عندهمش ريسك فاكتورز، هل أنت تظن إن هم فعلا ما كانش عندهم ريسك فاكتورز، ولا ده بور دوكيومنتيشن، أو إن كان في مشكلة في الديتكشن أوف ريسك فاكتورز؟ لا، هو ممكن يكون في بور دوكيومنتيشن للريسك فاكتورز طبعا، يعني هو في النهايه طبعا البحث ممكن يكون فيه بايس، بس ده المفروض ان هي بروسبكتيف ستادي، والمفروض انه العيان كان موجود خلال فتره البحث، فهم كان سهل جدا منهم التيم اللي بيبحث يعني ان هو يدور جدا على الريسك فاكتورز بنفسه. يعني هي مش ريتروسبكتيف ستادي، كانوا يعتمدوا على دوكيومنتيشن من دكاتره اخرين فما دوروش على مش بس انا شايف انها غريبه، يعني الناس اللي ما عندهمش ريسك فاكتورز هم اللي يموتوا، غريبه جدا. لا، هي كانت غريبة جدا طبعا. خصوصا ان هم هنا يعني على كلامهم انه في المستشفيات اللي كانوا بيعملوا فيها البحث كانوا عنيفين جدا في الانفستيجيشنز، يعني عشان يدوروا على ريسك فاكتورز او الكلام ده، فدي كانت غريبة طبعا. اتفق مع حضرتك يعني. تمام، انا رايي ان احنا يعني الاستادي والكونكلوجن ده ورنت ان احنا نقرا الاستادي تاني وتالت ورابع وخامس مع دكتور محمد، وانا وانت نبعت ليتر تو ذا اديتور، لان انا اظن ان المشكله هتطلع في البور دوكيومنتيشن اكتر منها انها ان يعني انها مفاجاه ان الناس ما عندهمش ريسك فاكتورز. فاحنا ممكن نشوف السبلمنتري ديتا بتاعة البيبر ونشوف اللي ماتوا دول هل كانوا الأكبر سنا ولا الأصغر سنا، هل كانوا اللي عندهم مشاكل تانية ولا لا، ونبعت لهم ليتر، لأن أنا حاسس إن يعني حتة إن اللي يموت أكتر اللي ما عندوش ريسك فاكتورز دي نتيجة مرعبة، لأن دي معناها بتقول إيه؟ إن كل اللي إحنا بنعمله ده ملوش لازمة، إن أنت الأفضل إن أنت تدي لكل الناس أجريسيف أنتي بيوتكس طالما اللي بيموت ما عندوش ريسك فاكتورز، ولا إيه؟ صحيح، ده كلام صحيح صح. يعني خصوصا اصلا انه الورقه، المفروض ان الورقه بتدافع على فكره ان احنا المفروض ما نديش، ان احنا لو اتبعنا الاي دي سي ديفينيشن فاحنا كده بندي ان نيسيسرلي بندي انتي بايوتكس لفترات طويله. بس طبعا الفايندنج الاخيره دي انه في ناس ما كانش عندهم ريسك فاكتورز وحصل انفكشن ريليتد مورتاليتي بدون وجود ريسك فاكتورز، طبعا ده اجينست ده محتاجين فعلا نقرا، ده نقرا السبلمنتري داتا اللي هم جايبينها، وممكن فعلا نكتب ليتر ليهم يعني. تمام، ألف شكر. يبقى أنا أول ما تخلص هكلمك يا دكتور محمد، تخلص الجورنال ده بعد النت. إن شاء تمام، الله. طبعا بيبر رائعة، تسلم، ربنا يخليك. دكتور محمد عبد الغني، بعد كده ممكن حضرتك تتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. لو كان دكتور عليكم مصطفى السلام ورحمة الله تخلي وبركاته، اتفضل حضرتك يا دكتور. خليه هوست عشان يعمل شير سكرين من ال نعم، هتخلي مين هوست؟ اللي هو مكتوب عليه سكرين، محمد عبد الغني سكرين.
صدفة سيكون صفا عندك. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم محمد عبد الغني، مدرس الجهاز الهضمي وتروبيكال ميديسين في جامعة أسيوط. إن شاء الله موضوعنا النهاردة في بيبر بتتكلم عن الهيباتيتس إي فيروس. البيبر دي من الأوبن فورم انفكشوس ديزيز، والعنوان بتاعها كان عن هيباتيتس إي فيروس انفكشن ابيديميولوجي ان ريسيبيانتس اوف الوجينيك هيماتوبويتيك سيل ترانسبلانت. البيبر دي منشورة في ديسمبر 2023. هو بيتكلم عن ان هيباتيتس اي يعتبر من الحاجات الفريكوينت ان ريكوجنايزد انفكشن، وبيقول ان ليها يعني فاريبل ابيديميولوجيك باترن اكروس ديفرنت ريجون. لو العيان جاله هيباتيتس اي وهو اميون كومبرومايزد، ده بيؤدي الى حاجه اسمها بروتراكتد انفكشن، يعني هو مش قادر يقول ان ده كرونيك انفكشن، ده كان حاطط له يعني اسم تاني عايز يقول ان العيان اللي هيجي له هيباتيتس اي وهو اميون سبريست، سواء اللي كان زارع اورجان او حتى العامل بومر ترانسبلانت، هيجي له بريزيستنت انفكشن، وده بيؤدي الى مورتاليتي. محدش كتير دور على موضوع السيرو بريفالنس في العيانين دول، لكن بيقول لك ان اللي ريبورت الداتا من حوالي من 1 ل 4%. فهو حب في البحث ده ان هو يعمل حاجتين، يعمل يدور على السيرو بريفالنس بتاع الهيباتيتس اي والانسيدنس في عيانين البوست ترانسبلانت الوجينيك هيماتوبويتيك ريسيبيانت. الداتا دي كلها اوبزرفيشنال ريتروسبكتيف سنجل سنتر معمول في سويس يونيفرسيتي هوسبيتال، خد كل العينين الاكثر من 18 سنه اللي زرعوا بوم مارو في الفتره من 1/1/2018 ل 31 ديسمبر 22، ودور على الهيباتيتس اي سيرولوجي في كل الناس دي. دور السيرولوجي بالاي جي جي انزيم لينكد اميون سوربنت اسي، واللي طلع بوزيتيف عمل له كونفرميشن بالاميون بلوك. الحاجه الثانيه، الناس اللي هم يعني سسبكتد خالص، عمل الكلينيكال سسبيشس انها كان عنده بيكشر لاكيوت هيباتيتس، هم دول بس اللي دور فيهم على هيباتيتس اي ار ان اي بي سي ار في البلازما وفي الاستول، يعني هو دور بالتحليل في الاثنين وده مهم. وقال لك ان في الفتره من 2018، من اكتوبر 2018 هو عايز يحسب الانسيدنس، فقال لك انا رجعت 10 سنين تاني لورا من 2012 ل 2022 وشفت العيانين اللي عندهم دوكيومنتد هيباتيتس اي، واشتغل على الداتا دي عشان يقدر يحسب الانسيدنس، وهو عملها كلها ريتروسبكتيف ورجع للميديكال ريكورد شيت، وهنشوف حسب الانسيدنس ازاي. بس حط ديفينيشن لحاجتين، حط ديفينيشن للانفكشن، وقال لك ان لقيت العيان اللي فيه انكريز ليفر انزيم وعنده بوزيتيف بي سي ار ومفيش اي اذر كوز تاني، استبعد كل الفيروسات والحاجات التانية اللي ممكن تعري الليفر انزيم، قال لك ده هو اللي اعتبرته انفكشن. وحط الديفينيشن التاني اللي هو البروتراكتد هيباتيتس اي انفكشن، قال لك ان العيان ده اللي عنده بيرزيستنت دي ان ايه لاكثر من 3 شهور، هو مش قادر يقول عليه كرونيك، وده الديفينيشن اللي احنا هنستخدمه بعد كده. هنشوف الريزلت بتاعت البيبر، هو بيقول لك ان الفتره من 2018 ل 2022 كل اللي زرعوا معاهم 292 عيان. لما ندور عليهم بالسيرولوجي للهيباتيتس اي اي جي جي، لقي ان 66 واحد بوزيتيف، عامل كونفرميشن بالاميون بلود تيست طلعوا 64 هم اللي بوزيتيف. طيب الكاركترستيك بيكشر بتاعتهم ايه؟ هو قال لك ده الجدول ودي الفايندنج اللي هو قدر يطلعها. هنلاحظ ان الناس اللي طلعوا عندهم هيباتيتس اي بوزيتيف والناس اللي عندهم نيجاتيف، البوزيتيف 64 والنيجاتيف 228، السيجنيفيكانت ما بين الاثنين كان الايج، ودي النقطه الاولى، لكن ولا الجندر فرق ولا الاوريجين، هل هو من اوروبا من افريقيا، هل هو سافر بره، هل العيان ده زرع عشان عنده لينفوما الاندرلاينج ديزيز، هل زرع عشان عنده لوكيميا، هل زرع عشان سي ال ال سي ام ال، كل ده ما فرقش. نقطه تانية لاحظها ان السيتوميجالو فيروس ستيت اس ستيت، لو لقي ان العيان ده دونر نيجاتيف ريسيبيانت بوزيتيف، لقي ان في سيجنيفيكانت فاريبل ما بين الاثنين، وده هناخده معانا ونشوف باقي الحاجات اللي كانت موجوده. هل فرق ان في اسوشيتد فاريبلز تاني زي الستيم سيل خدها منين، زي الدونر تايب، هل هو استخدم ماتش ريليتد دونر ولا ان ريليتد ولا استخدم اي حاجه تاني، كل ده لقيه في الاخر مفيش فرق، ولا ان حتى العيان اللي جاله جرافت فيرسس هورس ديزيز، كل دول ما فرقوش. اللي فرق هم حاجتين مهمين، الايج
وسيتم جارو فيروس ستيتس، هما دول اللي لاحظ ان فيهم فرق في العيانين دول. ده كان اول جزء في الريزلت. حاب يحسب الانسيدنس، قال انا خدت الناس ل 10 سنين فاتوا، لقيت ان عندي 699 واحد هما اللي عملوا الهيماتوبويتيك بوم مارو او هيماتوبويتيك سيل ترانسبلانت. لقي ان التيست طلع بوزيتيف، يعني 352 تيست بوزيتيف في 208 عيان. طب ازاي؟ لان هو كان بيكرر التيست اكتر من مره. فمثلا يقول لك ان في 20 تيست طلعوا بوزيتيف في 3 عيانين بس، وهو دول اللي هو خدهم وقعد يدور على الكونفرميشن بتاعهم بالشكل اللي احنا هنشوفه. ده اول عيان كان موجود معانا. ليه؟ ان العيان ده عنده elevated liver enzymes. لما عمل له البي سي ار، لقى ان البي سي ار للهيباتيتس اي بوزيتيف، وكان بريزيستنت بوزيتيف في طول الفتره اللي فاتت. فادى العيان ده ريبافيرين. لاحظ مع ريبافيرين ان الليفر انزيمز بدأ ترجع نورمال، وبدأ البي سي ار يختفي. فضل البي سي ار بريزيستنت ديكريز، وفجأة بدأ يعلى تاني بالرغم من ان العيان ماشي على ريبافيرين وفضل بريزيستنت اليفيتد لفتره طويله. لكن في الحاله دي كان العيان كان جاله جرافت فيسس هولس ديزيز، وبدأ يديله اميون سبريشن. هو بيقول لك انا بالرغم من ان انا ماشي على ريبافيرين الا ان العيان ستيل بريزيستنت فيريميا. وده كان اول بيشنت. هنلاقي ان البيشنت الثاني نفس الكلام، العيان ده كان جاله جرافت فيرسس هولت ديزيز، بعد شويه لقى ان عنده البي سي ار بوزيتيف. بدا باول حاجه المفروض تتعمل مع العيانين دول ان هو يقلل الدوز اوف ذا اميون سبريشن، يعني قلل الدوز بتاعه الاستيرويد. العيان ستيل بريزيستنت فيريميا، اداله ريبافيرين برضه بريزيستنت فيريميا بالرغم ان هو نزل، لكن رجع تاني وكمل لحد لما البيشنت دايد وهو بريزيستنت فيريميا بالرغم ان هو ماشي على الريبافيرين طول المده. العيان الثالث لاحظ ان فيه elevated liver enzymes، عمل له البي سي ار للهيباتيتس اي طلع بوزيتيف والتتر بتاعه كان عالي. رجع ريتروسبكتيف بي سي ار، يعني كان مجمع كولكشنز للسامبل اللي موجوده قبل كده بطول الايام اللي هي مكتوبه من تحت في الفترات اللي فاتت، عمل ريبيتد بي سي ار ريتروسبكتيف، لان العيان ده كان عنده بيرزيستنت فيريميا من فتره طويله. العيان ده بالرغم ان هو خد ريبافيرين برضه العيان ده دايد وما كملش. لكن هنا الملاحظ ان العيان كان عنده فيريميا وعنده هيباتيتس اي بدون ما يكون اليفيتد ليفر انزيم في الفتره الاولانيه، يعني يعتبر كانه كان اسيمتوماتيك. من هنا هو بيقول ان انا قدرت اعمل ريبورت للهيباتيتس اي سيرو بريفالنس ان هو يمثل 21% قبل الزرع، وده يقارن بنفس النسبه اللي هي موجوده عندهم في الجنرال بيبيوليشن في الريبورت الداتا. لكن في معلومتين بره الاستادي ده انا عايز اقولها، ان احنا عندنا الهيباتيتس اي ده 8 جينو تايب اللي هم يعتبر اوف ميديكال انترست من واحد لاربعه. واحد واثنين يعتبر هم اللي بيجوا ما بيحصلش منهم كورونيستي، لكن ثلاثه واربعه هم اللي بيحصل منهم كورونيستي. المعلومه الثانيه المهمه ان هيباتيتس اي خاصه تايب 3 يعتبر واحد من الزينوتيك ديزيز، يعني هو بينتقل حاليا عن طريق الانيمال، وواحد من اللاينز اوف ترانسميشن المهمه هي البيجز، خاصه الناس اللي بتعمل كونسامشن للبيجز الاندر كوكد وكده، ده ممكن يجي له. الشيل فيش مسؤولة عن بعض الاوت بريكس اللي موجودة. نقطة تاني مهمة ان هو البلاد ترانسفيوجن يعتبر واحد من الحاجات اللي ممكن تنقل الهيباتيتس اي فيروس. احنا بنتكلم على جينو تايب 3. ده هيفسر لنا ليه هو في الاستاد دي بيقول لك ان السيرو بريفالنس يعني بيختلف من دولة للتانية على حسب الاكسبوجر ريسك فاكتور. يعني هو بيقول لك ان هو بينتقل بالفود حاليا، بينتقل بالبلاد برودكت، ان انت ممكن تعمل التيست يطلع لك العيان نيجاتيف وهو فولس نيجاتيف سيرولوجي، خاصة في عيانين الهيماتوبويتك ترانسبلانت. النقطه الثانيه المهمه ان قال لك ان العينين دول فيهم بور فيرولوجيكال كنترول، يعني هو مع الاميون سبريشن اللي موجود حتى اداله ريبافيرين لكن العيان في الاخر ما استجابش. النقطه الثالثه بيقول لك طب هل العيان ده هل ده ري اكتيفيشن؟ هو بيقول لك يعني هو هيسميه ري اكتيفيشن، مش قادر يقول. يقول لك طب ده اسميه ريباوند افتر فيروس كليرنس ولا ده ري انفكشن، لان العيان ستيل بياكل البيجز اللي موجوده، متعرض لنفس الريسك فاكتورز اللي موجوده، فده يعتبر ري انفكشن او كانه بريزيستنت انفكشن، هو مش قادر يتخلص منه ومش قادر يحكم في النقطه دي. فقال لك في الاخر ان العيان ده بتحصل له بريزيستنت انفكشن طالما هو اميون سبريست، طالما ان انا مش قادر ارجع الاميونيتي للوضع اللي هي كانت عليه عشان هي اللي تقدر تعمل فول كنترول. وقال لك ان الكنترول الاساسي للهيباتيتس اي هو يعتمد على الاميون ريكونستيتيوشن رازر زان ان انت تستخدم الانتي فايرال ميديكيشنز زي الريبافيرين. والنقطه المهمه ان قال لك ان انت ممكن تحتاج تعيد التيست خاصه الار ان اي اكتر من مره عشان تقدر تعرف اكيوريت ديسكريبشن للهيباتيتس اي انفكشن ستيتس في العيان ده.
ممكن ما تقدرش تعتمد على تيست واحد. لما جيت ادور على جينو تايب لقيت هو كاتب انا ما عملتش الجينو تايب في الرساله بتاعتي او في الاستادي اللي انا عاملها في الثلاث حالات، لكن احنا عاملين استادز قبل كده ان الهيباتيتس اي اللي موجود عندنا في الكانتري هو جينو تايب 3، فاعتمد على الاستادي دي وما عملش الجينو تايب في الحالات الموجوده. ووصل للكونكلوجن ده قال لك اه هو ستيل لحد دلوقتي غير انفكشن، لكن النقطه المهمه ان العيان اللي في الفترة اللي بيحصل فيها اميون سبريشن العيان بيجيله بيرزيستنت فايرال ريبليكيشن وبيؤدي الى كرونيك انفكشن بالرغم من ان هو بيدي الانتي فايرال تريتمنت. ودي كانت البيبر الاولى. البيبر الثانية معانا النهارده بتتكلم على يعني الرول بتاع الاي دي ترانسبلانت كونسلتيشن. هي البيبر الثانية نفس المجموعة في نفس المستشفى ونفس الحالات اللي هي موجوده في الهيماتوبويتك سيل ترانسبلانت. قال لك والله طب احنا لما جبنا بتوع الانفكشوس ديزيزز قدروا يكتشفوا معانا الهيباتيتس اي وقدروا ياخدوا فيه قرار. فهو عمل بيبر جديده في نفس الجورنال في نفس الشهر وقال لك طب ما نيجي نشوف ان احنا نعمل روتين اي دي كونسلتيشن قبل ما نزرع للحالات دي، هل ده هيفرق معانا ولا لا؟ هي البيبر دي بتتكلم مينلي على يعني ايه فايده ان انا اعمل كونسلتيشن للاي دي ترانسبلانت دكتور، ايه الرول بتاعه، ايه الحاجات اللي هو ممكن يعملها. هو قال لك ان الانفكشن طبعا لحد دلوقتي يعتبر واحد من الميجور موربيديتي والمورتاليتي اللي بتاثر على اي عيان عامل زرع. من ناحيه الانفكشن الانفكشوس ديزيز دكتور دول بيعملوا ايه؟ يعني هو بيقدر يعرف الاكتف والليتنت انفكشن، يقدر يعرف الباست والكرنت انفكشن، هل العيان ده فيه كرنت انفكشن حاليا ولا لا، يقدر يعرف مين العيان اللي عنده الريسك ان تجيله الحاجه دي، ممكن يحدد البروفلاكتيك تريتمنت على حسب كل عيان عن التاني، يحدد الريجيمين اللي انا هديه كامبيريكال انتيبيوتيك. طب ما احنا اصلا عاملين حاجه زي كده، يعني احنا عندنا في انترناشونال كونسنسس وقلنا ان عندنا سيرولوجي سكريننج لكل الريسيبيانت واحنا ماشيين عليه. قال لك بالرغم من كده ان ما فيش يونيفرسال جايد لاينز بتحدد ايه اللي المفروض يتعمل. ولكن كمان ان في زياده في حالات الانفكشن بعد الزرع، فاحنا محتاجين نعمل يونيفورم سكريننج الجوريزم نمشي عليه. فقال لك هدف الرساله دي ان انا اشوف الترانسبلانت اي دي كونسلتيشن قبل الزرع بشهر ازاي يقدر يعمل لنا موديل اوف كير يحدد عليه الانترفينشن اللي هيتبني بعد كده في الحالات. نفس العينين الموجودين في نفس الفترة من 1/1/2018 ل 31 ديسمبر 2022 اللي زرعوا في نفس السنتر، هو حاب يشوف الرول بتاع الاي دي ترانسبلانت فيهم وقسم الرول بتاعه اللي هو اشتغله لحاجتين لميجور انترفينشن وماينور انترفينشن. ميجور انترفينشن لو هو كنسل العيان خالص او اجله عن ميعاد الترانسبلانت بتاعه، او ان هو طلب حاجه انفيزيف بروسيدور ما كانش بيتعمل قبل كده زي ان هو يطلب بروكوسكوبي او ان هو يطلب سيرجيكال بروسيدور معين. النقطه الثالثه ان هو يغير يعمل ري انتربريتيشن للسيتوميجالو فيروس سيرو ستاتس. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني يقول لك ان العين ده جاي بوزيتيف انا هعتبره نيجاتيف، ودي هنشرحها كمان شويه. وحدد الثلاث حاجات دول ان هي يعتبر ميجور انترفينشن. وقال لك الماينور انترفينشن ان هو يطلب ريكويست لحد في تخصص ثاني، او ان هو يطلب دايجنوستيك تيست زياده، او ان هو يغير في التريتمنت ريكومنديشن، او يغير في الري انتربريتيشن للسيتوميجالو فيروس ريسيبيانت ستاتس لبعض الحالات، لا غير السيتوميجالو فيروس، يعني يغير في ري انتربريتيشن للتوكسوبلازما للهيباتيتس ايه للهيباتيتس بي، ان يغير البروفلاكتيك تريتمنت او يغير الامبريكال تريتمنت اللي احنا بنستخدمه في حالات معينه. كل ده يعتبره ماينور انترفينشن. قال لك احنا اصلا كنا عاملين كولابوريشن ما بين الترانسبلانت انفكشوس ديزيز دكتور والهيماتولوجي، واحنا عاملين حاجه اسمها ليست اوف كلينيكال اند لاب داتا كولكتد واتفقوا عليه في الاخر لحد لما بقي فاينلايزد، واتعمل لهم كارنت ترانسبلانت انفكشوس ديزيز بري ترانسبلانت كونسلتيشن الجوريزم، وهو ده اللي ماشيين عليه على طول. فاللي هيجي بعد كده هو هيغير في الالجوريزم اللي موجود، الالجوريزم اللي هو كانوا ماشيين عليه اللي هو ده ان هو بيشوف الانفكشن قبل الترانسبلانت سواء بكتيريال سواء العيان عنده ريسك ان هو يجي له فيرال الالرجي، هل العيان عنده الرجي لاي انتي بايوتكس، السوشيال هيستوري. هو يعني المقاله بتستعرض شغل الانفكشوس ديزيز او يعني الترانسبلانت انفكشوس ديزيز دكتور، الحاجات اللي هو بيدور عليها من ناحيه الترافل هيستوري من ناحيه السيرولوجي لبعض الفيروسز او البكتيريا او البارازايت، هل العيان عنده ريسك ان يجي له مالتي دراج ريزيستنت بكتيريا، اليورين كالتشر اللي هو بيطلبها، الايميجنج المختلفه اللي هو بيطلبها. وقال لك ان في الفتره دي نفس العيانين بتوع البيبر الاولانيه 292 عيان هم اللي عملوا
الترانسبلانت والداتا بتاعتهم اللي احنا كنا استعرضناها في البيبر الاولانيه، زرعوا ليه سواء اذا كان عندهم لوكيميا، ليمفوما، سي ام ال، الستيتس بتاعتهم من ناحيه السيتوميجالو فيروس، هل هم خدوا ماتش ريليتد دونر ولا ماتش ان ريليتد دونرز، الجرافت فيرسس سورس ديزيز، الادويه اللي استخدموها من ناحيه الاميون سبريشن. ده يعني باختصار الريزلت اللي كانت موجوده. كم واحد كان جاله بكتيريا الانفكشن، الناس كان عندها نيوتروبينيك فيفر، الناس اللي كان عندها كوليستريديوم ديفيسيل انفكشن، كانوا كم واحد في الرساله، الدياجنوستيك الانفيزيف فانجل انفكشن في بعض الحالات، الارجي للانتيبيوتيك كم واحد منهم كان عنده الرجي سواء للبيتا لاكتام او الفانكومايسين، يعني السوشيال هيستوري اللي موجود، الترافل هيستوري كم واحد سافر، السيرولوجي لبعض الانفكشن زي الاتش اي في والاي والبي والسي والاي والسيتوميجالو. يعني ده ملخص اللي هو يعني تجميع الداتا. لكن احنا هنيجي للكور بتاع الرساله او بتاع البيبر، ايه الانترفينشن اللي هو اللي عمله الترانسبلانت كونسلتيشن قبل ما نزرع العيان؟ قال لك والله احنا قسمنا الانترفينشن 35 بيشنت ما احتاجش اي انترفينشن، يعني ما يعدل 12%، لكن 88% الترانسبلانت اي دي كونسلتيشن غير في المانجمنت، 11% كان تغيير ميجور و80% منهم كان تغيير ماينر. طب نشوف ايه التغيير اللي هو عمله من ناحيه الميجور. الميجور زي ما احنا اتفقنا، يا اما بوست بون الترانسبلانت، يا اما طلب حاجه انفيزيف، يا اما غير في السيتوميجالو فيروس ستيتس. بوست بون الترانسبلانت ليه؟ لان هو لقي ان في لانج ليجن جديد ما كانش موجود في السيتيل قبل كده، او ان العيان دخل ريسبيراتوري انفكشن برضه ستيل مشكله تاني في اللانج، او ان العيان جاله سودوموناس فنيمونيا، او كان واحد جاله نيكروتايزنج فاشيايتس، وهم دول الحالات الثمانيه اللي هم اضطر ان هو ياجل الترانسبلانت فيهم. التانيين اللي هم طلب لهم انفيزيف بروسيدور 13 واحد طلب له برونكوسكوبي، قال لك تسعه منهم طلع ما عندهمش حاجه، بس استبعدت ان يكون عندهم انفكشن، واربعه طلع فعلا فيهم انفكشن. طلب بايوبسي انفيزيف سواء كان من اللنج لبعض الحالات اللي طلع فيها انفكشن، او من المصل العيان طلع فيه سودوموناس اللي اتكلمنا عنه كان فيه نيكروتايزنج فاشيتس واضطر ان هو ياجله. طلب سنترال لاين ريموفال او كولونوسكوب العيان، مش مكتوب التفاصيل هو طلبه ليه. النقطه الاخيره وهي السيتوميجالو فيروس ريسيبيانت سيرولوجي، قال لك ان في بعض الحالات كان طالع العيان عنده لو تتر بوزيتيف، هو قبل ما يزرع كان نيجاتيف قبلها بشهر، بعد كده جه في الفتره اللي قبل الزرع لقى ان العيان ده عنده لو تتر بوزيتيف، عمل له دي ان ايه طلع الدي ان ايه نيجاتيف، الكلام ده في 60 عيان، قال لك دول اعتبرتهم نيجاتيف. السيتوميجالو فيروس ستيتس تعتبر من الحاجات المهمه والكورنر ستون في عيانين الزرع، لان انت عايز تعرف مين العيان اللي هيستفيد من البروفلاكسيس بعد الزرع، فلازم تحدد الستيت كويس، هل ده نيجاتيف قبل ما يزرع ولا بوزيتيف بعد كده. فقال لك انا والله هو بيعمله روتينلي في كل الحالات. في 60 واحد كان عندهم نيجاتيف، بعد شويه لقى ان العيانين دول قبل ما يزرعوا على طول اللو تتر بوزيتيف، كانوا بيعتبروهم بوزيتيف، وقال لهم لا ال 60 دول هنعتبرهم نيجاتيف طالما احنا عملنا بي سي ار للدي ان ايه وطلع نيجاتيف. طب ليه؟ طب ايه اللي فسر ده؟ قال لك هو انا فسرته ان ده فولس بوزيتيف، اعتبر ان العيان اللي خد اميونوجلوبيرين قبل ما يزرع او خد بلاد ترانسفيوجن هو اللي خلى التتر لو بوزيتيف، وسمى الناس دي فولس بوزيتيف، وعلى اساس كده اعتبرهم نيجاتيف في الستيتس، وده اعتبر واحد من الميجور انترفينشن. بالنسبة للماينور انترفينشن ان هو يعني خد رأي حد تاني او طلب تيست زيادة او غير في التريتمنت او غير في السيرولوجي انتربريتيشن زي ما احنا شرحنا، سواء بعض الحالات قال ان هو غير في الانتي فايرال، غير في الانتي بكتيريال، طلب سي تي تاني كان شاكك في حاجة، او طلب سي تي شيست او سي تي برانيزال، او ادى انتي فانجل مختلف يعني بيدوا فلوكونازول، هو غير ادى الفوريكونازول، فاعتبر كل حاجة هو بيعملها ان ده تغيير، غير في بعض انواع السيرولوجي انتربريتيشن، غير في اي استخدام سواء كان انتي فانجل بروفلاكسيس او انتي بيوتيك بروفلاكسيس، كل دول اعتبرهم تغيير، حتى لو غير في كذا عيان اعتبر ان كل واحد منهم تغيير وحده. عشان كده هتلاقي ان هو في ارقام زياده خالص في الاستادي دي. اخر حاجه ان هو وصل للتشيك ليست دي، قال لك ان التشيك ليست اللي احنا عاملينها اللي كانوا متفقين عليها في 2017، قال لك في حاجات منها طلعت ملهاش لازمه ولازم تتغير. اليورين كلتشر اعتبر انه ملوش لازمه، الهيباتيتس اي سيرولوجي باستخدام الاي جي جي والحاجات دي، لان في ناس كتيره التست بيبقى نيجاتيف في كذا حاله، فاعتبر ان هو ملوش
يعني فايده، ويكون العينين دول بوزيتيف، واخر حاجه الاتش اتش بي يعتبر السيرولوجي ان هو الطلب قبل الزرع دول نيجاتيف. في المقابل قال لك ان احنا لما نيجي نطلب عشان تدور على الهيباتيتس اي او الاتش اتش بي، ان انت تطلب البي سي ار. البي سي ار هو اللي هيفيدك قبل الزرع، مش ان انت تدور على السيرولوجي. في الملخص هو ده ايه، ان انت تعمل ترانسبلانت انفكشوس ديزيز كونسلتيشن، ده دي دايركت وان دايركت افكت على الكلينيكال اوت. شكرا لحضرتك. تسلم ايدك دكتور محمد. الله يسلم حضرتك دكتور احمد. اهلا دكتور احمد، حضرتك معانا، ربنا يكرمك يا دكتور احمد. وطبعا كان ايه اثنين بيبرز رائعين من دكتور محمد عبد الغني. لو ليك كومنت دكتور احمد حضرتك تفضل قبل ما انا اقول الكومنت بتاعي. طيب، اول حاجه شكرا جزيلا، داتا رائعه وعرض اكتر من رائع. وطبعا السيروتايبس بتاع الهيباتيتس اي زي ما انت قلت، هم فعلا 8 سيروتايبس. الامارات ريسنتلي كانوا ناشرين على سيروتايب 7 على بوست ترانسبلانت، فلكن بيقولوا دايما ان تايب 1 وتايب 2 زي ما انت تفضلت في الدول النايمه، الدول الناميه اللي زي عندنا كده، افريقيا ووسط افريقيا وساوث امريكا، دول غالبا تايب 1 اند 2. الدول المتقدمه زي الامريكا ويوروب تايب 3، وانت قلتها فعلا، فسرتها بحاجه جميله بقى بموضوع انها فعلا بيتنقل من الانيمال للهيومن عشان تايب 3، عشان اكل البيجز واكل الخنازير والكلام ده. الحاجه اللي بس انت كنت متحفظ شويه على كلمه كرونيك، مع ان السي دي سي قايلها رسمي. انت لو بتخش على الويب سايت بتاع السي دي سي، كان هيباتيتس اي بي كرونيك، يس ات كان بي كرونيك سبيشال ان ديفلوبد كانتريز ان ترانسبلانت بيشنتس. الديفينيشن بتاعتها كرونيك هيباتيتس. انت يعني انت كنت متحفظ شويه على كلمه ان هو اتقال كرونيك هيباتيتس اي. الحاجه الثانيه برضو اللي عملوها الصينيين نشروا من كام سنه، من حوالي 5 6 سنين، في النيو انجلاند جورنال ميديسن، فاكسين، ولقوه بروتكتيف بنسبه يعني تقريبا 90% هيباتيتس اي فاكسين. ودي كانت جديده عليا، يعني انا ما كنتش عارف ان هو حتى كمان وصلوا ان هم يفاكسينيت الناس اللي هم الترانسبلانت بيشنتس اللي هم هيبقوا اميون كومبرمايز واللي بيتعرضوا بعد كده. بس وشكرا جزيلا على التقديم الجميل. يعني لا تمام، مزح ألف شكر لحضرتك يا دكتور أحمد. إحنا طبعًا كمان في نقطة يا دكتور أحمد عايزين نذكرها للدكتور محمد عبد الغني، مهمة جدًا، إن هو كان بيتكلم على نسبة تقريبًا حوالي كان حاجة و20% هيباتيتس إي. فاذا كان هو يعني حاجه و20% سيرولوجي بريفالنس هيباتيتس اي في سويسرا، طب امال مصر بقى النسبه كام؟ احنا عملنا حاجات في مصر للهيباتيتس اي ولا لا؟ ما اعرفش، انا تو ماي مايند ما سمعتش ان حد اشتغل على عمل بي سي ار هيباتيتس اي في مصر، او عمل بيج ستادي كده. مش عارف، هل سمعت انت عن حاجه زي دي يا دكتور مصطفى؟ ما انا هدور، لان اذا كانت 20% ولا 23% في سويسرا، طب يبقى معنى كده ان ده هيبقى سبب محترم للناس اللي بيجي لها هيباتيتس في مصر واحنا ما هو بناخدش بالنا. في نقطة طبعا مهمة دكتور مصطفى في الموضوع ده. هو رقم واحد الخنزير دكتور أحمد، فيما يخص الفاكسين، هو الفاكسين أنا كنت جايبه حضرتك ده، هو فعلا ده موجود في الصين بس ما بيستخدمش خارج الصين. دي النقطة الأولى، ده الفاكسين. الحاجة الثانية الاستادي، احنا عندنا دكتورة هايدي، هي موجودة معانا هنا. هي دكتورة هايدي اشتغلت عندنا في أسيوط على الهباتيتس اي، طلعت حالات كتيرة بوزيتيف. لو دكتورة هايدي ممكن تفتح المايك وتقول لنا ايه اللي طلع معاها. لكن هيباتيتس سي يعتبر هو الموست كومون هيباتيتس فيروس، اكتر من الاي واكتر من اي حاجه تاني موجوده. اتفضلي يا دكتوره هايدي. هو معلش، هو بس تصحيح، هو احنا لما جينا اشتغلنا عليه كانت في صعوبة بتقابلنا في فكرة ان انت بتعمل السيرولوجي، يعني انت ممكن بتدور على الاي جي ام وتلاقيه بوزيتيف، بس الحالات بعد كده لما بنيجي نعمل البي سي ار بنلاقيها نيجاتيف، فدي نقطة ما هو ده برضه. اللي بيقول في الرساله، ما هو ده اللي بيقوله كده. هو بيقول ان السيرولوجي ده نوعين، النوع الاولاني اللي هو الاي جي جي ده
لازم يعملوا كونفرميشن بالاميونو بلود تيست عشان يتاكد هل هو ترو بوزيتيف ولا لا. النقطه الثانيه ان هو لما عمل البي سي ار للحالات دي طلعت كلها في الاخر نيجاتيف، يعني في ناس كتيره نيجاتيف في الاخر. ليه؟ ان اللي بوزيتيف هم كلهم 3 حالات من اصل 300 حاجه و50 عيان. ما هو ده، هو ده فعلا اللي كان بيحصل معانا. يعني حتى كانت اغلب الاستاديز بتاعت مصر بتعتمد على السيرولوجي برضو، اللي هو العادي اللي هو الاي جي ام او الاي جي جي، لكن احنا لما جينا اشتغلنا بالبي سي ار ما بنلاقيش الحالات دي بتطلع بوزيتيف. طب ايه برضو السبب؟ عندنا هل هو البي سي ار رابيدلي كليرد مثلا؟ والله، هو احنا مش لاقيين انتربريتيشن. يعني انا نفسي، لان كذا 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 بحث بيطلع عندنا بالطريقه دي، ودي عامل مشكله عندنا، ان هو في ناس كتير بتبقى عندنا اكيوت هيباتايت وما بيبقاش متفسر ايه السبب. هل هتاخد الاي جي ام ده ان هو تقول انه ده بوزيتيف، بي سي ار بيبقى نيجاتيف. في حاجه هو كمان تاني، احنا ريسنتلي شايفين بابليكيشن لبيبر، الهيباتايتس ايه كمان بيبقى فيه كو انفكشن مع الهيباتايتس ايه في مصر. هي برضه نسبه مش كبيره، بس برضه دي حالات موجوده. انا في سورس قدامي دلوقتي في منشور في 2022 من مصر قايل رقم غريب جدا اول مره اسمعه في حياتي، يعني بيقول ان جابوا فلاحين من قرى من كذا قريه في مصر ولقوا الانستنس اوف هيباتيتس اي سيرولوجي سيرو بوزيتيفيتي 60 ل 80%. كلام غريب جدا. لا بس هو يعني هو ان ممكن ذا فيرست ديكيت اوف لايف، ان ذا فيرست ديكيت اوف لايف. هو في حاجة نقطة مهمة دكتور أحمد، أنا حضرتك أشهر فيروس ذا موست كومن فيروس وورلد وايد، ده أنا في بحث كنت قاريه في الهيباتيتس، هو هيباتيتس إي هو أشهر فيروس موجود، وهو يعتبر أعلى واحد في السيروبريفالنس. ده اللي أنا كنت قاريه زمان، أنا حضرت الموضوع ده في 2015. أنا كنت ساعتها قلت حتى دكتور مصطفى هو ما ياخدش 5 دقايق، كنت هديه قبل ما أتكلم عن البيبر عشان الناس تفهم الفرق، لكن اخترنا إن إحنا ناخد 2 سلايد نحطهم في البيبر على أساس نقول للناس إن في فرق. ده من لكن هو أسيوط، منشور من أسيوط، دكتور إبراهيم سيد. كمان آه دكتور إبراهيم سيد هو في ماساتشوستس لكن الكلية الأصلية بتاعته في أسيوط، وده اللي نشره في 2022. هو اكتر حد انترستد عندنا في الهيباتيتس اي هو مايكروبيولوجي. هو ومايكروبيولوجي؟ آه تمام. اكتر حد حضرتك هتلاقيه ناشر في الهيباتيتس اي. نعم. يا عايزين طب نختصر الرسالة بتاعت الهيباتيتس اي عشان الناس ما تبقاش اتلخبطت يا دكتور محمد. يعني هيباتيتس اي هو الاشهر، يعني ده اكيوت سيلف ليميتد ولا ده فولس بوزيتيف؟ طيب هو لو حضرتك عايز نتكلم عنه ممكن 5 دقايق بالظبط. يا باشا اتفضل. طيب طب هو سريعا اعتقد دي موجوده قدام حضراتكم. تمام اتفضل. طيب هو القصه بتاعته انا ان شاء الله 5 دقايق، كانت بدات سنه 1983، كان في دول الاتحاد السوفيتي، كان حصل اوت بريك لعيانين كتير جالهم جوندس، وكان في حد من الدكاتره هو دكتور بالاين ده كان عاوز ياخد الحالات دي يقدر يعملها استودي في المعمل بتاعه، لكن في الوقت ده ما عندوش اي حاجه يقدر ينقل بيها البلازما. وهو عمل فكره، جاب الزبادي حطه على ستول بتاع عيان وشربه، وبعد كده بقى هو عنده الانفكشن. اسبوعين تاني وراح قعد يحلل السامبلز بتاعته من نفسه بعد ما هو بقي عنده الانفكشن ده اللي موجود، اكتشف في الاخر ان في فيروس شبه الهيباتيتس ايه لكن مش زيه، مختلف عنه، وسماه نون اي فيروس. وهو في الواقع كان اكتشف اللي هو الهيباتيتس اي اللي الناس كلها بتعتبره يعني مالتيبل فيسز اوف ان اندر استيميتد بروبلم، ودي المشكله اللي احنا بتواجهنا في هيباتيتس اي، ان ناس كتيره ما بتعرفش عنه وان ليه صور كتير انا هحاول اوريها لكم كده سريعا. احنا معلوماتنا كانت عن هيباتيتس اي ان هو زي الايه اكيوت سيلف ليميتنج، ان هو بينتقل فيكو اورال بس، بنشوفه في الناس الترافلر، صعب ان انت ما تشوفوش في اللي ما سافرش للدول دي، مش موجود في الديفلوبد كانتري، لكن المعلومات دي كلها تعتبر غلط، وده اللي احنا هنشوفه. انا زي ما قلت لحضراتكم ان احنا عندنا في 8 جينوتايب للهيباتيتس اي، اللي يهمنا فيهم من 1 لـ 4، 7 في ناس بتتكلم ان هو بيجي في الهيومن لكن الباقي معظمه موجود في الانيمال. زي ما دكتور احمد تفضل وقال ان احنا النسبه مختلفه، يعني مصر فيها جينوتايب 1 و2 اكتر،
لكن دول اوروبا كلها هي اللي فيها جينو تايب 3. طب ايه الفرق؟ الفرق بين الاثنين في الجزء ده، ان ماشي الصوره متاخره شويه، الفرق في الديستريبيوشن، الفرق في السبيشيز، ان واحد واثنين ده بيجي في الهيومن، الباقي ممكن يجي في الانيمال زي ما احنا شفنا. الميثود بتاعت الترانسميشن، واحد واثنين ووتر بورد، تاني فود بورد. الايج، واحد واثنين لما نيجي نتكلم انت بتدور في سن صغير، ثلاثة وأربعة أنت بتيجي كان بتدور في ناس سنها كبير، أولد إيج. السكس نفسه مختلف شوية، لأن يعني ده أكتر في المن، أكتر في الأولد إيج. الغريبة بقى واللي هو بيلاقي اهتمام، المانيفستيشن، الإكسترا هيباتيك مانيفستيشن. جينو تايب ثلاثة وأربعة تلاقي العينين جايين بنيورولوجيكال مانيفستيشن أكتر. معظم الحالات دي إميون سبريست، معظم الحالات دي زي ما احنا كنا بنقول ان الريبا فايرن، او الناس كانت بتستخدم البيجريتد انترفيرون بيقولوا ده بيجيب فيهم نتائج. انا الجديد بالنسبه لي في البيبر دي ان بتقول ان حتى الريبا فايرن ما كانش ليه نتائج زي ما الناس متوقعه. السورس اوف انفكشن، طب هو هيجي منين؟ احنا من هنا مني بنتكلم على جينو تايب 3 ان هو يعتبر واحد من الزونوتيك ديزيزز. كل انيمال من دول زي الدير والحاجات دي محطوط عليه بيبر منشور لوحده، الوايلد بيجز، الشيلفيش دي مهمة خالص، موضوع المخار والحاجات دي، لأن كان في قصة سفينة في اليابان كل الناس اللي كان على سفينة جالهم كلهم أوت بريك من الجوندس بسبب إن كلهم كانوا محار، فالشيلفيش يعتبر من الحاجات المهمة. بعض الرودنت، الفئران والحاجات اللي زي كده، والخنازير هي تعتبر من أشهر حاجات بتنقل، وزي ما إحنا قلنا من شوية البيجز بتنقل بكذا طريقة، من ضمنها وأهم واحدة فيهم الإنجيشن. لكن المهم خالص البلاد ترانسفيوجن اللي محدش كتير بيتكلم عنه. انا هوري حضرتك ابحاث منشوره على موضوع البلاد ترانسفيوجن بيقول لك ان ممكن نسبه تصل لواحد لكل 1200 واحد عنده الفيروس، وان هو لما ودي ابحاث منشوره في المانيا. هل لحد دلوقتي يقدر يقول ان انا قبل ما ادي دم اعمل سكريننج للهباتيتس اي؟ محدش يقدر يعمل كده بالرغم من ان النسب دي متفاوته، يعني النسب متفاوته حتى في البوبيوليشن ما بين الدول، لكن محدش يقدر يجي يقول انا قبل ما ادي العيان دم هدور على الهيباتيتس سي. لو جينا ندور على السيمبتومز معظم الحالات اسيمبتوماتيك، وده اللي احنا بنقوله، حتى العيانين اللي كانوا زرعوا دول كانوا اسيمبتوماتيك حتى من الاول. اللي احنا بنعرفه دايما اللي هو العيانين اللي جايين بالاكيوت سيمبتومز، وهم دول اللي الناس بتدور عليهم وتعمل لهم ريكوجنيشن زي الجوندس والابدومينال بين والفوميتنج والفيفر والمايالجيا. بعض الحالات ممكن تبقى فالمننت زي حالات البريجننت اللي ممكن يبقى 25% منهم مورتاليتي. لكن اللي انا عايز اركز عليه المجموعه اللي في النص دي، في سيمبتومز احنا مش بنعتبرها انها تبع الهيباتيتس اي، ان احنا بنقول سيمبتوماتيك هيباتيتس اي نوت كلينيكالي ريكوجنايزد، وهي دي اوف ميديكال انترست. زي ايه؟ زي ان العيان يكون عنده اكيوت وورسنينج لكرونيك ليفر ديزيز، هو عنده اصلا مشكله ليفر زي ده ويجي له سوبر انفكشن بالهيباتيتس اي، وتلاقي العيان ده ديتيريوريت ومحدش عارف هو ديتيريوريت ليه. تقريبا كده فصل. فصل كده صح؟ فصل طيب هو يعني غير الناس، انا ممكن ابقى اسجلها وارفعها، غير الناس اللي هم يعني ديتيريوريت ان هو يكون عنده كرونيك ليفر ديزيز وفجاه تلاقيه ديتيريوريت، الاهم من دول الناس اللي بيجوا بنيورولوجيكال مانيفستيشن، الاكسترا هيباتيك مانيفستيشن اللي هم تلاقي فيه عيانين جايين بجيليان باري سندروم، عيانين جايين بمنينجو انكفالايتس، عيانين عندهم نيرف بولسي، بريفرال نيوروباسي، ودول هم اللي الناس بتدور عليهم. المشكله في العيانين دول لما تيجي تدور على ليفر فانكشن هتلاقي ليفر فانكشن نورمال، العيان ما عندوش اليفيتد اس تي ولا اي دي تي، والعيان جاي لك بجيليان باري والسبب بتاعه الهيباتيتس اي. ناس كتير اعتبرت ان هيباتيتس اي ده نيورولوجيكال فيروس، وان هو اللي بيدي اكسترا هيباتيك يعني او اكسترا نيورولوجيكال مانيفستيشن، يعني هو المفروض ان هو بيصيب السي ان اس لكن بيدي اكسترا نيورولوجيكال مانيفستيشن ان احيانا بيعلي ليفر انزيم، وده في ابحاث كتيره مشهوره ان هو بيدور عليه في السي اس اف بيلاقيه موجود عشان كده هو اعتبره ان هو نيورولوجيكال فيروس، وقال لك ان انتوا اصلا مقسمينه غلط وحاطينه تبع الهيباتيتس فيروس. فموضوع النيورو العيانين بيجوا بيه وان يطلع معاهم هيباتيتس اي ده موضوع مهم لازم الناس ما تنساهوش. اخر حاجه ما كنت عايز اقولها اللي هو الكرونيك هيباتيتس اي. الكرونيك هيباتيتس اي احنا بنشوفه في 3 حالات، في الناس اللي عندهم سوليد اورجان ترانسبلانت، الناس اللي بتاخد كيمو ثيرابي، العيانين اللي عندهم اتش اي في، ودي نقطه مهمه ومحدش بيدور عليها كتير. العيان اللي عنده اتش اي في في ابحاث كتير لو السي دي 4 كاونت اقل من 250
بيكون اسوشيتد هيباتيتس اي معاه، ودي النقطة اللي احنا كنا عايزين نركز عليها. بس فدول الثلاث حاجات اللي انا كنت عايز اقولها. مشكلة الحالات دي ان الكرونيستي فيها بتخلي الليفر ديزيز بروجريس رابيدلي عن العيانين العاديين. والنقطة الثالثة ودي اخر حاجة خاصة بالتريتمنت، انا لو عايز اعالج العيان ده، هو لحد دلوقتي كل الاكيوت هيباتيتس اي مفيش تريتمنت، هو العيان كده كده بيخف وحده. الريبافيرين محطوط في السيفير كيسز، لكن مشكلتنا في الكرونيك. في ناس قالت سجست الجوريزم، والله تستنى على العيان ده 3 شهور ما تدوش حاجه، لو خف وحده خلاص، لو ما خفش بعد 3 شهور اعرف ان هو مش هيخف. اول خطوه في العلاج ان انت لازم تقلل الاميون سبريشن، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان لا يزال الاعتماد على الاميونيتي بتاعت الجسم هي اللي هتخلي الفيروس يحصل له كليرنس. النقطة الأخيرة، لو أنت استنيت وقللت الميو سبريشن والعين ده ما استجابش، هو اللي بيفكروا يديله الريبا فايرن. كنت فاكر إن العينين دول بيستجيبوا على الريبا فايرن، لكن بعد البيبر اللي قريتها النهاردة بس هم 3 عينين بس، لقيت إن الريبا فايرن ستيل كويشنبل. في حين إن نيو إنجلاند كانت ناشرة بيبر كبيرة في 2012 بتقول إن الريبا فايرن هايلي افكتيف في الحالات دي. آخر حاجة خاصة بالبريفنشن يمكن دكتور أحمد قالها، إن الصين طلعت الفاكسين، لكن حتى الآن بالرغم إن هم ناشرين نتائج الفاكسين بتاعتهم، حتى الآن الفاكسين ده لا يستخدم خارج الصين. وأنا كده خلصت عشان ما نبقاش عدينا 5 دقائق. تسلم ايدك. تمام، تسلم يا تسلم يا تسلم يا دكتور محمد. دكتور محمد بنات بنات بس انا عندي تعليق صغير بس دكتور محمد عبد الغني، عشان بس يعني الناس ما تخافش. هو احنا لما العيانين اللي شخصناهم بالهيباتيتس اي اللي هم كونفيرم بالبي سي ار، اغلبهم خفوا لوحدهم على فكره. يعني كان الدياجنوزز للاسف احنا عندنا كان متاخر، لان كنا بنجمع العينات فتقريبا ما كانش في عندنا مورتاليتي. يعني رغم ان هو ما خدش ريبافايرين ولا اي حاجه، حصل كليرنس بعد كده لوحده. يعني تمام يا دكتور. بس باي ذا واي، انا شفت قبل كده مصريين هنا في السعوديه وجالهم اكيوت هيباتيتس اي بالليفر انزيمز الافات، يعني كان داخل يعني فعلا كان اجريسيف، بس الحمد لله ما فيش وفيات يعني. لكن بنشوف فعلا سام تايمز فيري اجريسيف، يعني زي الاي واقوى من الاي كمان. بالظبط. حضرتك بتدور عليه بايه؟ بالاي جي دي والاي جي ام؟ اي نعم بالظبط، في بعمل تستين، سيرولوجي. بس في تستين محتاجين نقرا عنهم شويه، ان في نعم هيباتيتس ايه ار ان ايه يختلف في السيرم عن الاستول، دي نقطه مهمه. التيست التاني حاجه اسمها هيباتيتس اي انتيجين ان استول، وده مهم في السكريننج ويعتبر احسن من السيرولوجي في بعض الاحيان، احسن من ان انا ادور على الماركر في البلد، بس محتاجين نقرا عنه شويه. هيباتيتس اي انتيجين ان استول. تمام، ألف شكر يا دكتور محمد، يعني محاضرة قيمة جدا. وأنا علشان خاطر أنا آسف إن أنا يعني مش هعطلكم كتير، أنا هختصر البيبر في 3 دقايق أو أقل. تمام، هي بس إحنا عشان متعودين لازم نحط نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن، فهنتكلم على بيبر لسه منشورة من كام يوم. البيبر هنقولها في إن شاء الله أقل من 3 دقايق. النيرسيفيماب ده دواء جديد، البيبر كان اسمها نيرسيفيماب فور بريفنشن اوف هوسبيتاليزيشن ديو تو ار اس في ان انفنت، اللي هي الهارموني ستادي. الهارموني ستادي دي كان هدفها ايه؟ طبعا الهارموني بيتكلم الانترودكشن على ريسبيراتوري سينسيتيال فايروس، ان هو سيزونال فايروس بيعمل لور ريسبيراتوري تراكت انفكشن. الدواء ده ابروفد في الاتحاد الاوروبي وفي بريطانيا وكندا وامريكا في 2023. هما النيرسيفيماب ده بيشتغل على ان هو بيضرب الاف بروتين بتاع الفيروس، فالاف بروتين ده المسؤول عن الفيوجن مع السيل، وده اللي بيدخل بيه الخليه، وده اللي بيمنع ان الفيروس ده يدخل الخليه. والاستادي كانت في الانفنتس اللي هم اقل من 12 شهر، وده يختلف عن الباليفيزوماب اللي احنا دايما بنقوله في المحاضره، اللي هو بيتاخد واخد الابروفال من السكند ار اس في سيزون. هنا كان للبري تيرم او التيرم انفانتس في الفيرست ار اس في سيزون اللي هيقابلوه. الاستادي اتعملت في كذا دوله، فرنسا والمانيا، واتعملت كمان في بريطانيا. الفكره لما بتعمل استادي مالتي سنتر في كذا دوله، ان انت بتخاطب انظمه صحيه مختلفه، ظروف دكاتره مختلفه، ظروف تشخيص مختلفه.
الترايل ديزاين كان الانفنتس ريكروتد في الهارموني ترايل في 235 سايت، وكانت في الفتره من 8 اغسطس 22 لفبراير 28 فبراير 23، اتقسموا 1 تو 1، ما كانتش بلايندد، يعني الدكاتره كانوا عارفين، وكانوا يا اما ناس بتاخدوا ستاندرد اوف كير اللي هو ما فيش حاجه، فيرسس ان ناس بياخدوا النيرس في ماب، كان بيتعامل على حسب الوزن، هتاخد 50 مللي جرام او هتاخد 100 مللي جرام. الفكره الاند بوينت بتاعهم كان في برايمري وسكندري اند بوينت. برايمري اند بوينت كان hospitalization for other RSV associated lower respiratory tract infection defined as admission to the hospital، ويكون ال RSV اتشخص by means of a positive result test performed in accordance with the routine practice. يعني لو في مستشفى الروتين براكتس بتاعها RSV antigen يبقى قشطه، لو مستشفى RSV PCR يبقى قشطه، لكن احنا في مصر الاقي حد يقول ده انا بشوف حالات RSV كتير قوي بتشخصها ايه بالسماعه، طبعا ده اللي هو مش مقبول عندنا في الاستادي، لكن او ده طبعا اللي تدفز في فرنسا وانجلترا والمانيا. طبعا هنا كانوا حاطين الريزلتس بتاعت الايدج، هتلاقي ان الايدج تقريبا كان اولموست سيميلر، والسكس والجستيشنال ايدج والويت وكل والكونتري هتلاقي تقريبا كان ذا سيم. هنا انا عشان خاطر ما اضيعش وقتكم، هنا ده الفرق اللي حصل في الفولو اب، وهنشوف ان هنا البرسنتج فري فروم هوسبيتاليزيشن تقريبا اللي ماشيوا على النيرسفيماب تنوهم اولموست 100% طول الوقت ان هو كان بروتكتد، بينما مع مرور الوقت الفولو اب اوفر مانثز ابتدى زي ما احنا شايفين في حالات تقع في الستاندرد اوف كير اللي هم جالهم ار اس في. طبعا الفكره كلها ان احنا في 3 دول، فدي ورانا انظمه صحيه مختلفه. الهارموني ستادي كانت عدد عيانين كتير، كان تقريبا 4000 واحد في كل جروب، وعلى الرغم من كده انها بينت فرق، فكان في ليميتيشن طبعا ان المده بتاعت الفولو اب كانت قليله، كانت 3 ل6 شهور، لكن على الرغم من المده القليله دي الا ان احنا قدرنا نشوف فرق واضح. الادفيرس ايفنتس من الدواء كانت بسيطه قوي، فما تعتبرش قوي حاجه ذات قيمه، انجكشن سايت رياكشن وشويه فيفر، وده مشهور مع اي فاكسين انت هتديه. الكونكلوجن كانت في الهارموني ستادي ان هو بريفنتد هوسبيتاليزيشن ريليتد ار اس في، وسيفتي بروفايل كان فيفربل، وبيقولوا ان ده هيرديوس البردن اوف هوسبيتاليزيشن ديو تو ار اس في، وده حاجه من الحاجات اللي احنا ممكن هنستعملها بعد كده في الارسنال بتاعنا. الباليفيزوماب طبعا للاسف عشان كنا نجيبه في مصر كان صعب، يمكن دكتور احمد ممكن يقول لنا على خبرته في السعوديه لان هو موجود في السعوديه، لكن عندنا في مصر عيان واحد اللي جابه بره كان فيلم عربي علشان قطر يجيبه، لكن ان احنا يبقى عندنا دواء تاني ممكن نستعمله بعد كده في العيانين زي عيانين الهيماتولوجيكال مالينانسي مثلا لو جالهم سيفير ار اس في، او عيان برضه سوليد اورجان ترانسبلانت، او عيان جاله ار اس في واتحط على الفنتليتور، ساعتها ممكن نجربه، ولكن ده تنبيه اوف ليبل لان هنا ده كان فور ذا بريفنشن، والباليفيزوماب برضه كان فور ذا بريفنشن، لكن ساعات احنا بنستعمله فور تريتمنت كاوف ليبل. وانا اسف ان انا طولت عليكم عشان خاطر بس ايه المحاضرات الجميله اللي قالها دكتور محمد السمان ودكتور محمد عبد الغني، ولو في اي اسئله انا تحت امركم. وموجود يا دكتور مصطفى في سنتر كبير، انت عارف تخصص الرياض حتى مش تخصصي جدا، ومخلينه للاميون كومبرومايز بيشنتس او الترانسبلانت بيشنتس، فلكن ما نزلش في البرايفت عندنا خالص. تمام يا دكتور، اكيد مكلف. اه I'm very مكلف، expensive. اه حتى في امريكا بيتكلموا ان هو من الليميتيشن بتاعته ان هو غالي جدا. تمام، ألف شكر لحضراتكم، هل في أي شكرا أسئلة؟ جزيلا. تمام، ألف شكر لحضراتكم، وإن شكرا شاء الله جزيلا. هنزلها على الجروب على طول بإذن شكرا الله. جزيلا السلام سيدي. عليكم شكرا. دكتور محمد، مع ازيك يا السلامة. محمد؟